مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. وزير الدفاع السعودي يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء المقبل في زيارة للقاهرة لتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية بين البلدين. بدء جولة الإعادة لانتخابات الدوائر المؤجلة للمصريين بالخارج غدا الاثنين، و26 مرشحا يتنافسون على 13 مقعدا. البرازيلي باكيتا يتولى منصب المدير الفني للزمالك رسميا لمدة موسم ونصف. والأهلي يتغلب على بورتو السخنة وديا بسبعة أهداف مقابل لا شيء.